استمراراً لرحلة العلم والمعرفة وبهدف ثقل المعلومات والمعارف لدى المدرسين والموجهين الاختصاصيين وإكسابهم مهارات معرفية علمية متطورة، أقامت هيئة التميز والإبداع ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية في جامعة البعث أولمبياد المدرسين بمجال اختصاصاتهم بما ينعكس على التحصيل العلمي. يتم إجراء هذا الأولمبياد العلمي الذي يهدف إلى صقل مهارات الموجهين الاختصاصيين والموجهين الاختصاصيين في والمدرسين في المواد التالية: الفيزياء والكيمياء والمعلوماتية ومادة العلوم، ترتقي بمستوى مهاراتهم العلمية والمعرفية وتطورها. يتقدم المدرسون خلال فترة تعلن عنها مديريات التربية للأولمبياد بطلبات إلى دائرة المناهج والتوجيه ويجري توزيعهم على اختصاصاتهم، ثم بعد ذلك يخضعون للامتحان. طبعا بالنسبة لهذا العام هو العام الأول الذي نجريه في الجامعة، تقرر أن تكون حماه وحمص في جامعة حمص. أتينا إلى هنا وهذا العدد كما تشاهد هو مقبول نسبيا، يعني نسبة إلى عدد الموجهين ونسبة إلى الأوضاع العامة بشكل عام. وبعد العلمية حلوة، تعطي حافز وتشجيع على الأمور العلمية الأكثر والبحث العلمي. خطوة كتير جميلة لأن بتجدد المعرفة عند المدرس، وخاصة أن المعرفة العلمية في حالة انفجار واكتساح للعالم كله، فنحن على يقين أنه الأولمبياد عم يخلينا نجدد ونطور من ذاتنا. الأولمبياد العلمي طبعا أهميته كتير كبيرة بالنسبة للمدرسين وخصوصا مشاركة الموجهين، يعني بتسقل معلوماتين وبتؤدي طبعا إلى تحفيز لمتابعة تطوير أنفسهم. هي رحلة علمية تقوم بها الهيئة للنهوض بواقع المدرسين عبر أولمبياد يأخذ بهم نحو تحصيل علمي ينعكس على الجيل القادم.